أنا الشاب وأنا الشاب، أنا الشاب وأنا الشاب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أنا الشاب وأنا الشاب، أنا الشاب وأنا الشاب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي. مساء الخير عليكم، واهلا وسهلا ومرحبا، وعيد مبارك سعيد. الله يدخل عليكم الصحة والسلامة وستر مولانا، وباش ما تمنيتو ان شاء الله الرحمن الرحيم. عيد بأي حال عدت يا عيد، هذا العام جالينا بسقوط وحش الفالة ديال ليبيا. مازال العيد جاي على الأبواب، قتلو شهرين وعشر ايام ولا اقل من شهرين وعشر ايام. نتمنى ونشوفوا وحوش اخرى تسقط في العيد الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. تعودت انني نتكلم على الاحداث اللي وقعت ما بين اخر شريط اللي تكلمت فيه، اللي تسألت فيه على واش الطقوس ديال واش البيعة والطقوس ديالها تعتبروا فرض من فرائض الاسلام. من بين الحوايج اللي وقعوا في هاد جوج ديال الاسابيع الاخرى هو المقتل ديال لوفيسي ليوتنو كولونيل اللي تقلبات به الطوموبيل في النواحي ديال العيون. المخزن تيقول بان تقلبات به الطوموبيل في النواحي ديال العيون، لحقاش المخزن يظن في نفسه انه تيتكلم مع مواطنين اغبياء، والمواطنين عارفين بان كاينه لائحه اللي فيها 286 اسم اللي معول المخزن باي ثمن باش يتحي لهم باش يقتلهم باي وسيله وباي ذريعه. يقول هادو طاحت بهم الطياره، هادو الطقس، حول الطقس طاحت بهم الطياره، هذا تقلبات به الطوموبيل وهو مرتو ولدو في العريش، هذا دخلوا عليه الشفاره لدارو وقتلوه، هذا قال لك تقلبات به الطوموبيل في واحد العيون. 286 ماتت منها 83. اليوم خرج لنا الخبر ديال المقتل هاد ليوتنو كولونيل اللي هو 84، باقى 202 ديال الناس. نتسناو المخزن يعطينا عاوتاني. كاينه مساله ديال زياره ديال الملك محمد السادس للسجن ديال تطوان والسجن ديال عكاشه. انا فاش مشى للسجن ديال عكاشه كنت نتمنى باش يدوز عند السي رشيد نيني يقول له كي دايره حالتك الصحيه، اللي حنا كاملين المغاربه تنعرفوا بان حالته الصحيه متدهوره جدا. بالنسبة للناس اللي ما تعرفوش، كان هو السي رشيد نيني هو صحفي مغربي من الصحفيين القلائل جدا اللي كانوا تفضحوا الفضائح المالية والسياسية ديال غلمان قصور آخر الزمان. فالمخزن ما عجبوش هذا الصوت الحر، فشدوا مع بداية ديال هذا الحراك الشعبي وخنقلوا الصوت ديالو، ومازال تيجرجر. تيظن المخزن بان بالحبس ديالو الصوت من الاصوات ديال الصحافه الحره غادي يخنق الكلمه الحره. فالكلمه الحره كما تتشوفوا كتخرج لنا دابا في الفيديوهات، الفضائح ديال المخزن تخرجوا في الفيديوهات، تخرجوا في البيانات، تخرجوا في الوقفات وفي الشعارات ديال الشعب المغربي. واخا تشدوا كاع الصحفيين الاحرار، فولاد المغرب مستعدين باش يفضحوا الجرائم ديال غلمان قصور اخر الزمان في الشوارع ديال المغرب في الشعارات ديالهم. من بعد منها كنت ننتظر من محمد السادس وهو تيقوم بهذه الجوله الفولكلوريه المسخره انه يمشي لنا للسجن ديال سلا ويهضر مع الناس اللي تغتصبوا. كنت انا شخصيا تنتوقع انني نشوف واحد في اطار هذه الزيارات الفولكلوريه نشوف الملك مع بوشتى الشارف في صورة واحدة في التلفزيون هو تيسولو وتيسولو على الأسماء ويسولو على الأشخاص. كنت نتمنى أن الملك محمد السادس في هذه الزيارات اللي عندها طابع دعائي وكأنه تيوجد راسو يتقدم لشي انتخابات، كنت نتمنى أنه يمشي لنا للسجن ديال تولا الجوج ويهضر لنا مع الربعة ديال المواطنين المغاربة اللي مشدودين في ما يسمى ملف السلفية الجهادية، ويجلس معهم الطابله ويجيبوا الكاميرات في اطار هذه الحمله الدعائيه اللي تيقوم بها الملك، ويجلس مع ذوك الربعه
شكون اللي اغتصبكم كيفاش تغتصبكم، ونسمعوا هذاك الحوار اللي غيدور بيناتهم، نسمعوه في التلفزيون. يجيبوا لنا احمد الناقة المدير العام ديال الحبس ديال تولال جوج، يجلسوا مع الملك ويجلس معهم الاخرين اللي تغتصبوا، ويجيبوا المحامي السي احمد السي عبد الصمد الادريسي ويجلسوا حتى هو مع الملك، ويجيبوا الكاميرا تصورهم. قول له واش هذا هو اللي قال لك يا ولد زنا؟ المدير العام ديال الحبس احمد الناقة تيقول المواطن حقوقي، وقبل ما يكون مواطن حقوقي محامي، تيقول له ولد زنا وكلام فاحش جدا ما تيتقالش، وندير لك ونفعل لك ونترك لك. فهذا راه ماشي تحت الرحمه ديالو، فما بالكش كيدير بالناس اللي تحت الرحمه ديالو. كنا تنتمناو ان الملك يجلس مع هاد احمد الناقة المدير ديال الحبس ديالو، ويقول له كيفاش هاد الناس قال لك اغتصبتيهم وهذا محامي، هددتي حتى هو بالاغتصاب وتتعير له الشرف ديالو، وتتعير له كتهم الام ديالو بانها انسانه زانيه مادام تتقول له انت ولد زنا. ف هذه هي الزياره الفولكلوريه الاضحوكه اللي قام بها الملك محمد السادس. النقطه الثالثه اللي بغيت نتكلم عليها اليوم بالنسبه للاحداث اللي وقعوا في الاسبوعين الاخرين هي المسألة ديال ردود الفعل ديال المجتمع المغربي بكل المكونات ديالو تجاه هاد الاغتصابات اللي وقعت المواطنين المغاربة أبرياء في الحبس ديال تولال جوج في مكناس، في الوقت اللي كنت أنا شخصيا تنتظر واحد الزلزال غادي يوقع تحت العروش ديال الناس اللي تغتصبوا لنا المواطنين ديالنا، تنتفاجئ بواحد الصمت رهيب، خصوصا من الحركة ديال 20 فبراير اللي كانت من المطالب الأولى ديالها اللي كترفعها هي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وكترفع واحد المطالب ثلاثة قدام قداش، حرية عدالة وكرامة، وتنسطر على كرامة بالسطر الأحمر الغليظ. ما محل الكرامة ديال المواطن المغربي في الأذهان ديال المناضلين داخل حركة 20 فبراير. حركة 20 فبراير فاش تنهضر على حركة 20 فبراير تنهضر على الداعمين للحركة من يسار ومن إسلاميين. ربما دابا اليسار والإسلاميين مشغول مساكن تيتحاوروا بعضياتهم، هذاك الشيء ما تتهمهمش ربما الحرمة ديال المواطن المغربي هو تيتغتصب. ف يمكن لي نتكلم مع اليساريين ونقول لهم سؤال بسيط، كيفاش تنظروا للحرمة ديال المواطن المغربي هو تيتغتصب في شهر في الصيف، في فصل الصيف، في فصل الصيف وفي عز الصيف اللي الناس كتبحر وكمغطف لا بلاج وواحد تيغتصبوه في عز الصيف؟ هذه كلام اليساريين. كلام الاسلاميين غادي نقول لهم شنو هو الراي ديالكم، ومواطنين مسلمين مغاربه تيتغتصبوا في شهر رمضان في العشر الاواخر ديال شهر رمضان، في الوقت المسلمين للدين الاسلامي، وانا من الناس اللي ما تنفهمش في الدين الاسلامي حتى حاجه، كنفهم هذاك الشيء قليل. الدين الاسلامي تيقول بان حرمه المسلم اعظم عند الله من حرمه الكعبه. فواش هذا الشيء كاين في الدين بالصح ولا انا هذا الشيء اللي سمعته ماشي في الدين ديالنا؟ نقول اليساريين والاسلاميين والحركه كلها بالمكونات ديالها كاملين، نقول لهم بان كرامه الانسان المغربي سواء كان مسلم او يهودي او نصراني او ملحد او لا ديني او لما تهمنيش، الكرامه ديالو فوق كل اعتبارات وفوق الحركه وفوق النضالات وفوق كل شيء وفوق الايديولوجيات وفوق هاد الحوارات وهاد الغوغائيه كلها. كتجيني انا كرامه المواطن فوق كل شيء. فنداء الاحرار هاد الوطن باش يعبروا على الرأي ديالهم الصريح والفصيح من هاد الاغتصابات اللي تتوقع
داخل المغرب في داخل السجون ديال المغرب اللي واحد الوقيته كنا تنشوفوا الشعوب العربيه والاسلاميه تخرج مظاهرات ضخمه تنديدا بالتعذيبات اللي كانت تتوقع في السجن ديال ابو غريب. فالتعذيبات كاع وهذيك الجرائم اللي وقعت في سجن ابو غريب ما كانش فيها الاغتصاب، كان فيها الحق من كرامه الانسان، تيعريهم تيضربوا لهم القران يعزفوا لهم على القران. ولكن ما يقع الان في السجن ديال تولي الجوج في مكناس، وما يقع في السجن ديال سلا، وما يقع في مجموعه من السجون المغربيه اكثر بكثير. وانا مأكد مليار في المية بان المعتقلين ديال السلفيه الجهاديه في المغرب تيتمناو انهم كون يجوا لابو غريب وما يبقاوش مسجونين في السجون المغربيه اللي تغتصبوا فيها مجموعه من الناس الابرياء اللي معتقلهم المخزن في السجون المغربيه في السجن ديال تولا الجوج ولا في سلا ولا في مجموعه من السجون المغربيه. هاد 11000 مواطن مغربي بريء اللي شدهم المخزن بتهمه الارهاب وهم بريئين من هاد التهمه، براءه الذئب من دم يوسف. فهاد المواطنين هادو الابرياء ما يعانونه الان داخل السجون المغربيه كيتمناو انهم كون يهزوهم ويرحلوهم لغوانتانامو وسيكون ارحم عليهم. لحقاش في السجن في المعتقل ديال غوانتانامو اللي ناضوا الملايين تيندوا به في المظاهرات عبر العالم، تيندوا بالجرائم اللي وقعت في المعتقل ديال غوانتانامو. هذا المعتقل ديال غوانتانامو ما كانوش الجنود الكفار بين قوسين ما كانوش تيغتصبوا المسلمين اللي مسجونين عندهم في المعتقل في الوقت اللي تنشوفوا في دولة إسلامية وأعلى سلطة فيها هي أمير المؤمنين أن الناس تتغتصبوا اغتصاب جنسي في شهر رمضان وفي العشر الأواخر من شهر رمضان. وشوفوا معايا المفارقة، أنتم بوحدكم كنهضر مع المسلمين ومع اليهود المغاربة ومع الملاحدة هما المغاربة، شوفوا لي هذه المفارقة. هذه شهر رمضان، العشر الأواخر ديال رمضان، بنادم في السجون تتغتصبوا، محامي تحية عالية جدا سي عبد الصمد الإدريسي، تحية عالية جدا جدا جدا، وتحية لمنظمة الكرامة، تحية عالية جدا. صوتان مغرب في 36 مليون، أكثر من 36 مليون، جوج ديال الأصوات اللي تترفعوا جهرا وتيقولوا اللهم إن هذا منكر. فعيسو قال بغينا نعرفوا هاد المفارقة ديال العشر الأواخر ورمضان والاغتصابات، والمدير ديال الحبس تيسب وتيتهدد على إنسان حقوقي ومحامي تيتهدد عليه وتيسبو والقذف وكسترا، شكون اللي فوق هاد المدير العام ديال الحبس؟ شكون اللي فوقه؟ وانا اللي تنعرف فوق الملك هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كان شي واحد فوق الملك هو الله سبحانه وتعالى. زيد عليها أن البوليس والجدارمية والمرود دخلوا بصبابطهم وبزراوطهم وجراو على عباد الله دايرين الاعتكافات في العشر الأواخر ديال رمضان. زيد عليها الفقهاء اللي خرجوا تيطالبوا بالحقوق ديالهم في مدينة الرباط ودقدقوهم بالعمود. هادو الأئمة، هادو هما النياب ديال أمير المؤمنين. ما عرفناش أمير ديال من، ولا لا كان أمير ديال شي وحدين أخرين، أمير المؤمنين هذوك المؤمنين اللي تأموا المؤمنين في المساجد مشاو الرباط تاهما تدافعوا على حقوقهم دقدقوهم بالعصا. شوفوا لي هاد الكتلة وشوفوا في المقابل ديالها إمارة المؤمنين والدروس الحسنية والشعب المغربي راه داكي باش يقارنوا. وشكرا.